اخر نداء لطيارة الدوحة، الجيف اوي بيخلص يا جماعة، انا فاضل معايا 3 كتب بس. الجيف اوي انا بيخلص. هاخدهم، انا هاخدهم خد واحد، انت خدت واحد خلاص. خدت واحد اهو. الجيف اوي بيخلص، على من يرى شعار كوكب الكتب ان يتوجه فورا. صباح الخير. المرة اللي فاتت بقى صوتي رايح، ربنا يستر يعني. اخيرا كده وصلنا ان شاء الله لتاني يوم زيارة المعرض، وهيبقى النهاردة فيه الجيف اوي اللي اتكلمنا عليه. اللي هيقابلني في البارك هياخد الكتاب اللي هو عايزه، وهكذا بقى كل واحد هينقي الكتاب اللي هو محتاجه. ان شاء الله انا هخش دلوقتي وهبقى موجود ما بين صالة 1 وصالة 2 زي ما اتفقنا، وهنلفلف بقى كده، هاخدكم في تور سريع ان شاء الله. يلا بينا. انا طارق وانت بتشوف قناة كوكب الكتب. على هذه القناة انا بقدم محتوى له علاقة بالقراءة. لو عايز تشبع القارئ اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح، اشترك في القناة، فعل زر الجرس. اهلا بيك. وذهلت يا مارد يا اخويا، انا يا دوب ركنت العربية وسجلت الانترو وقفلت، وطول ما انا ماشي، يا دوب، مش طول ما انا ماشي، ده انا يا دوب قفلت الانترو لقيت 6 كوكب الكتب، كوكب الكتب، وقاموا فاتحين الشنطة. فتحت لهم انا شنطة يعني. وخدوا بقى يا باشا ايه، كل الكتب الانجليش اللي كانت معايا. فحاجة جميلة صراحة. كل ستيفن كينج وكل الحاجات اللي كانت معايا. خدوا 3 كتب، وثلاث كتب من الكاتبة طفول، انا وفيروز وكبرياء القمر. انا ما زلت جاهز ومعايا العدة، ولكن الاعداد تتناقص بدري بدري كده يا جماعه، ده احنا لسه بنهجص يعني. ناخد بقى لفه هنبقى مستر كريم يجي، اما دي احدى مفاجآت الحفله يعني النهارده، ان كريم النجار هيبقى معانا قناة وجهة نظر. فناخد لفه كده بقى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. نروح 3 و4، انا عارف بعيد عن اهتماماته، بس نبص بص عليهم كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. الصاله 3 بقى فيها الناشرون العرب، منتدى المعارف، دار الصعيد، العربية لعلوم ناشرون. عندي معاها حاجة، عندي معاها حاجة هشوفها دلوقتي. ستيفن كينج، ستيفن كينج، دان براون طبعا، كل واخدين ترجمات كل الناس اللطيفة دي. هانجر جيمز عندي معاهم، اخر ايام الباشا، ايوه اخر ايام الباشا، عشان البوكر العربية. وده معرض ابو ظبي للكتاب. ده معرض بيت الحكمة الصيني، حاجة جميلة فعلا. سلطنة عمان، موضوع في منتهى التنظيم، صوت جمال والمساحات، حاجة زي الفل. الشارقة، الفارابي، يا رب الاقي حقائق النور، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هنسأل بقى، مفيش فايدة، الفقري فقري، خلصت، حسبي الله ونعم الوكيل. وانا مش عارف اجيبها ليه حدائق النور دي، يلا حظوظ. نروح بقى ايه ما بين 3 و4 كده، نلقي نظرة على الأزبكية ونشوف الدنيا ماشية ازاي. عارفين الأزبكية أرض اللقط يعني، إن شاء الله نلاقي حاجة تكون لطيفة كده ونبص بصة. 4 بقى معظمها مكتبات، مكتبة التوفيقية، مكتبة دار ابن عباس ابن حزم، الكتب الدينية في جناح السويب. هلت بشائر الأزبكية اهو، سور الأزبكية كلهم مكتوب عليهم سور الأزبكية من فوق. مكتبة محي الدين محمد، مكتبة علي عبد الفتاح أحمد، مكتبة سعيد السيد سعيد، الناس اللي بتقول الكتب غالية يا جماعة، هو سور الأزبكية اهو، مش هحاول أقرب لكم. 5 جنيه
20 يكتب ب 5 جنيه، 10 جنيه سيكشنز كامله من كل الانواع، حاجات اطفال وحاجات كبار وطبخ. دار البيان العربي صالة أربعة رايقة نسبيا مقارنة إن فيها الأزبكية، يعني حاجات فيها حلوة على فكرة. أنا لقيت كتاب كتب أطفال، ولقيت حاجات حلوة، لقيت كتاب جميل جدا لأسامة أنور عكاشة دليل الحماية ب 10 جنيه ديل إذا ديل أهو، والشاب شقط نسخة برضه واخدها. هنا دي أجنحة المؤسسات الصحفية، اخبار اليوم ودار المعارف ولكن ما تيجي نجيب انت جبت امير بلاد السند بتاع التضياء، ما تيجي هنا دار المعارف اهو. ده جوه جناح دار المعارف في شخصيه مصر، هدي بتاع دار الهلال هارد كفر، بتهيألي دي هتبقى غاليه مش زي طبعه نهضه مصر، بس دي بتاع دار الهلال الاصليه، مش دي مش المخفضه بتاعت، لا دي اصليه بس مش المخفضه بتاعت نهضه مصر، بتاعت اسف المؤسسه العربيه، دي بتاع دار الهلال القديمه معمول لها اعاده طباعه بهارد كفر، دي هتبقى غاليه. أنا اسأل بتاعت مكتبة مصر، دي الإصدارات القديمة بتاعت مكتبة مصر، عبد الحميد جودة الصحارة اهي 39 جنيه قبل الخصم. علي أحمد بكثير وإسلاماه، الحاجات دي دي الطبعات القديمة بتاعت مكتبة مصر. مؤسسات الصحفية، مؤسسات الصحفية ده روزا اليوسف، الأهرام، أخبار اليوم، لا عندهم حاجات كويسة وأسعارهم لطيفة، في شغل الأطفال كويس، في حاجات رخيصة ومدعومة، هتلاقي حاجات كويسة يعني. هو ما قاليش أعمل كده، بس أنا اللي بسيح له بصراحة. يعني أنا اللي مصر إن أنا إيه أسيح له وأفضحه إن هو نصاب وما بيديش كتب للناس، زي ما أنتم شايفين كده. هو ضحك على الناس والناس جت وما ادهمش كتب، بدليل اللي في ايده اهو ما هوش حاجه. احد اكبر عواميد كوكب الكتب ده حقيقي، مفيش فيديو غير لما تلاقي التعليق، مفيش حاجه غير لما تلاقي حد كومنت، لازم على طول بقى ويتفرج ويشير، وعامل بقى جروب واتساب بيشير عليه الحاجات، اوبا جروب فيسبوك بيشير. بص هيصه هيصه، خد دي خد دي. يلا عشان الحاجة بقى تروحش. يا حبيبي طبعا طبعا. اخر نداء لطيارة الدوحة، الجيف اوي بيخلص يا جماعة، انا فاضل معايا ثلاث كتب بس، الجيف اوي بيخلص. خد واحد، انت خدت واحد خلاص. الجيف اوي بيخلص، على من يرى شعار كوكب الكتب ان يتوجه فورا. اهي اهي سبكترا وحركات وبطاطس اند زلابيا وكريب وحاجات، محدش يجي هنا، احنا بنعدي ما بين الصالات بس. انا جايب معايا سندوتش وميه وكل حاجه، فلوسك لكتبك يا استاذ. صاله 2 بقى نخش نشوف فيها ايه، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. الجو دافع نسبيا لحد دلوقتي، شويه هوا يعني، بس الجو دافع بره حتى ما بين الصالات. على بقى ايه نخش المركز القومي للترجمة، اول ما نخش كده انا عايز اعدي على المركز القومي للترجمة نطلع منه حتة ولا حتتين. زي الفل زي الفل، ما تيجوا نشوف. الاقبال على مؤسسة الكويت عظيم جدا ما شاء الله، عندهم الكتب المخفضة والحاجات المجانية اللي أنا اتكلمت عليها قبل كده، الأوفر العظيم أربع كتب العبقريات ب40 جنيه من دار ليان، كل يوم الساعة 2 الظهر التوزيع 500 كتاب ببلاش، أي كتاب من هنا ب10 جنيه، دار ليان عاملة عروض جامدة يا جماعة. هنا دار افاتار اللي فيه حاجة بتاعت أستاذة طفول، دار اللوغاريتم عندهم حاجات كويسة برضه، دار العربي سوري، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الدنيا عندها ضرب نار ورا ورا جنب المركز القومي للترجمة على طول، ضرب نار، خصومات عندها عالية جدا وحاجة عظيمة.
دراسات سياسيه، دراسات تاريخيه، دراسات في الاعلام، ادب مترجم، دار العربي للنشر والتوزيع. ما هذا كتب العنجليزي والفرنساوي؟ صح، انا لا افقه في الفرنساوي غير مسيو، بس حلو برضه. شكل كتابه حلو يا حبيبي. جومابيل كريم النجار. جومابيل لكريم النجار. انا راجل ايش لبديش بصراحه. دار نهضه مصر، دار نهضه مصر لحد دلوقتي ده ثالث مكان الاقيه في ثالث صاله، وعاملين اوفرات بص 15 20 10 جنيه، عاملين شغل برضه ما شاء الله. اكاديمي جدا، بينطق الانجليزيه بطلاقه، في شويه حاجات هنا عظيمه، واسعارهم كويسه جدا على فكره. في حاجات 30 جنيه، في كوليكشنز كامله ب 200 جنيه، وحاجات اوريجينالز جديده مش يوزد 60 جنيه. نجيب محفوظ، ناشونال جيوغرافيكس، واو جدا. واو. لا بص 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 الكلام بقى، يعني ايه 64 ب 60 جنيه؟ نجيب محفوظ، شفت ده؟ شفت ده؟ بس باتر قولين ده؟ بس عندهم بقى، بس مش هنستفيد منه. بس 60 جنيه حضرتك؟ بس بص 60 جنيه. هاي اباف؟ هاي اباف ايجيبت. نابوليون از ايجيبت انفيدنج ذا ميدل ايست. كل الرصه دي ب 60 جنيه. ناصر ماي هاسبند. هي جمال عبد الناصر. انا عاجبني البتاع ده على فكره، انا بحب ناشونال جيوغرافيكس جدا وبحب الكتب بتاعتهم قوي، بس عايز اعلم هيستوري اند جايد مسجز فروم تحرير. طب ده ممكن يحبسني. الاي سي عشان الناس اللي كانت بتسالني عن الكتب الانجليش، هي اللي احنا كنا بنتمشى فيها من شويه كده، والحاجات اللي ب 30 وب 60 والديل اوف ذا داي ب 200، وبعدين بارتيشن كبير جدا جدا في صاله 2، وعندهم كتب انجليش كتير جدا، روايات وكتب متخصصه. معظم الحاجات اللي هتعوزها هتلاقيها هنا. يعملوا كلها مجموعه نجيب محفوظ كلها في الباكج ده ب 2000 جنيه. شيء مبلد 42 روايه نازله من 3.5 ل 2. ما انا شايف، انا شايف دلوقتي في مكتبه الشروق اهي، لا كتب انجليش كتير، اللي عايز برضو الشروق، واخدين بارتيشن عظيم برضو هنا في 2، وفي في صاله 1 برضو الشروق جامد جدا. كتبت الكرمة عندي فيها، ايوه عمر طاهر، انا علم عبد الناصر شرب السجائر، واحمد خالد توفيق، و كونداليني الفرصه الثانيه. في حاجه ثانيه في الكرمة؟ تاني مفيش حاجه ثانيه في الكرمة. النهارده في كيان، بص دي مشتريات كيان يعني يا دوب، بس عاملين شويه شغل حلو قوي، بس اكيد الصوره مقلوبه يعني هحاول اعدلها. عاملين شنطه دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه، حاجه جميله جدا، ربنا يكرمهم، موضوع مؤثر جدا يعني، والناس في منتهى الاحترام في الدار بصراحه، وقابلونا مقابله ملكيه. الدار داون عندهم حاجات كويسه قوي، دار داون عندهم حاجات كويسه برضو، بس انا بتهيألي الليسته بتاعتي ما فيهاش حاجه، والميزانيه خرمت اوريدي يعني، فما اعتقدش ان انا هجيب حاجه تاني. انا قلت كلمه ايه كام مره، حضرت 6 مرات تاني. عندهم ترجمات اهو يوستوفسكي. انا في بي 16 صاله 1. دي بقى دار دارك، عندهم بقى الترجمات اللي انا كنت قلت لكم عليها، عندهم
الكتاب الجديد بتاع حسن الجندي، عندهم حاجات كتير.